نعود إليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك. معكم غيدة جبيلي وربيعة دعوق من منطقة سليم سلام، حيث يستمر مسلسل اقتحامات للمصارف من قبل الموضعين، وهذه المرة بطلت هذا الاقتحام وهذا الاعتصام الذي ينفذ في داخل بنك عودة في منطقة سليم سلام. هي حاجة مسنة تبلغ من العمر 87 سنة، موجودة بالداخل، دخلت للحصول على وديعتها التي يقال بأنها تقدر ب 20,000 دولار. هيدي الحاجة برفقتها ابنها اللي موجود بالداخل، ولكن خلينا نشوف هيدا الفيديو اللي بيظهر هيدي السيدة اللي يقال بأنها مقعدة داخل البنك. هذه السيدة تدعى إدرو خضر، بحسب ما ذكر لنا الاهالي بانه عمره 87 وليس 90. نطلب من الجميع يساعدنا، نحن بنك عوده فرع سليم سليم. حنرجع نعيده لنرجع نسمع مظبوط هيدا الفيديو. طيب نحن هلا موجودين بنك عوده فرع سليم سليم. الحاجه عمرها 90 سنه. سكروا عليها البنك، ما عم يخلوها تطلع ولا عم يعطوها مصريات. نطلب من الجميع يساعدنا، نحن بنك عودة فرع سليم سليم. فإذا مثل ما استمعنا، خلينا نجرب معنا رقم أيضا شقيقة أو ابنة اللي موجود بالداخل، خلينا نجرب نحكي على الهواء مباشرة. شو اسم ابنه؟ هو حفيد الحج، ولكن عم يتحفظوا اليوم عن الكلام امام عدسات الكاميرا، ونحن اكيد بنحترم هيدا الشيء. الخط مشغول، خلينا نقرب بالكاميرا تنفرجي كيف هيدي الاجواء من الداخل. عم نشوف. الو، يعطيك العافية. الله يعافيك. معك غيدة جبيلي من صوت بيروت انترناشونال، نحن موجودين برات المصرف. عم نتابع قضيتكم، بتذكرنا باسم حضرتك؟ حسين شعبو. حسين، حسين شو عم بيصير جوا؟ هل صحيح انه اليوم في قد ايه المبلغ اللي حاطينه جوا وقد ايه عم بتطالبوا اليوم؟ هلا في عنا كذا حساب، عم نطالب بحساب الخشية بس، حساب الوالدة اللي هو تقريبا 20 و 30 ألف. بين ال 20 ل 30 ألف. 20,300 هو المبلغ اللي موجود باسم الحجة داخل بنك عودة بسليم سلام. قد ايه اليوم بنعرف بانه بلشت المفاوضات بينكم وبين البنك؟ والله مش سامعين جوا، هلا بنشوف شو اللي على يوصلوا. بعد ما بين شيء، بعد ما عرضوا عليكم ولا رقم، عرفنا انه ما عرض علي كذا مبلغ بس لهلا انا ما وصلت. هل صحيح انه عرضوا عليكم 5,000 دولار؟ وصلوا معي ل 6,400. 6,400. الحجه شو وضعها الصحي؟ يعني بنعرف بانه تعبانه كثير. نعم تعبانه كثير. تعبانه كثير. هي بتبلغ من العمر 90 ولا 87؟ 87 سنة. طبعا اكيد في بتعاني من اي يعني شو بدك امراض فيه. اكيد الحاجه اليوم يعني بامس الحاجه المواطنين اللبنانيين لودائعهم الموجوده أكيد بالداخل. أكيد الحاجه اكيد في لها سبب اليوم بخليها انها أكيد تفوت للداخل. كيف مين قنع الثاني؟ انت قنعتها ولا هي؟ لا لا بس عم بيعيطوا لي كرمال الاجتماعي بموت بحكي يلا تقريبا حنخلص. اوكي نحن بانتظاركم، هيدا رقمي موجود معك بانتظارك. شكرا لك. فإذا كنا عم نحكي مع ابن إدرو خضر الحاجة المسنة اللي بتبلغ 87 سنة، بحسب ما قال أنه بعد المفاوضات مستمرة مع بنك عودة للحصول على وديعتها اللي قال بأنه بتبلغ بين 20,300. يعني أهلا وسهلا فيك، نحن عم نتابع هيدي المسألة. ما بديك. أوكي.
بنعرف اليوم بانه عائلتها موجوده ولكن بتفضل انه هي ما تتكلم قدام عدسات الكاميرا لا يخلص هيدا النقاش بالداخل والمفاوضات اذا صح التعبير لا حصول هيدي الحاجه على وديعتها. بنذكر اليوم بانه مسلسل الاقتحامات عم بيكون مستمر، ما عم يمر اسبوع الا ما عم نشوف مودعين عم بفوتوا على البنك، عم بيكون اشبه باعتصام لانه الحاجة وابنها دخلوا بشكل سلمي وتم إغلاق هذا المصرف عليهم، ليس بحوزتهم أي سلاح لا فردي ولا غيره من الأسلحة اللي كنا عم نشوفها بالاقتحامات السابقة. منذكر بأنه الحاجة دخلت بشكل سلمي إلى هنا إلى مصرف بنك عودة في منطقة سليم سليم. خلينا نشوف، هيدي هي المنطقة اليوم الأهل وأيضا صرخة المودعين وغيرهم عم بيطالبوا بدعم قدام هيدا المصرف، كما أنه عائلة الحاجة عم بتكون عم يدعو أيضا إلى حصول هيدي الحاجة على وديعتها. مثل ما عرفنا ومثل ما ذكرنا أنه هي تعاني من أوضاع صحية صعبة وبالتالي كانت بدها أن تحصل على أموالها. منشوف اليوم مثل ما ذكرنا بأنه هدوء بحيط مصرف بنك عودي، المفاوضات عم تجري بالداخل، أما بالخارج هناك حالة من الانتظار من قبل العائلة اللي عم تسعى اليوم لتحصل هيدي الحاجة على وديعتها. وقبل ما نسكر هيدا اللايف خلينا نرجع نشوف هيدي الحاجة اللي اسمها أدرو خضر وتبلغ من العمر 87 سنة. سكروا عليها البنك، ما عم يخلوها تطلع ولا عم يعطوها مصرياتها. نطلب من الجميع يساعدنا، نحن بنك عودة فرع سليم سليم. ومثل ما شفنا بهيدا الفيديو الحاجة هي مقعدة وموجودة بالداخل. ذكرت أيضا الجمعيات وصرخة المودعين وغيرها كل من يعمل للدفاع عن حقوق المودعين، ذكروا أكثر من مرة لصوت بيروت انترناشنال بأنه عم يتلقوا ألاف الاتصالات اللي بتكون من قبل المواطنين اللي عم بيطالبوا بأنهم يقتحموا هيدي المصارف للحصول على أمواله. نحن أكيد رح نبقى معكم ونشوف هل المفاوضات رح تخلص ونقدر نتحدث مع ابن أدرو أو حتى مع شخصيا تنعرف أكثر هل حصلت فعلا على المبلغ اللي يقدر ب 20,300 دولار موجود بداخل مصرف عودة في منطقة سليم سليم. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة، كانت معكم غيدة جبيلة وربيع الدعور. انتظرونا عبر صوت بيروت انترناشنال.